الفاصل يا خليفه ومشى لك، ودايما كان الزمالك بيفكر انا مين قصاد زيزو. مصطفى شلبي لا وكل الاحترام والتقدير، لكن مش دايما بيقدم لك المردود الفني البيك. في ماتشات بيبقى كويس قوي، في ماتشات بيبقى اقل فنيا. فبالتالي ميتشا لك بالامكانيات اللي عنده، هل هو يكون الجناح اليسار الاساسي للزمالك؟ خلينا نقول ان الزمالك وهو بيخوض الانتقالات كانت عينه على العناصر الموجوده، زي ما قلنا مثلا الزمالك كان عنده سيف الجزيري فجاب مهاجم مش شبه سيف الجزيري. تمام. فميشا مش شبه شلبي، يعني شلبي على فكره انهى الموسم بشكل كويس، وفي اقتناع من جوزيه جوميز باللاعب على فكره، يعني جوزيه جوميز بيتكلم ما كانش في البدايه راضي عنه تماما لانه كان بيبقى واقف كتير على الخط، بس يمكن في نهايه الموسم حتى لو تفتكر الجون اللي جابه في بيراميدز وكذا، وحتى زمان كانوا بيقولوا هي دي اللي كانت مطلوبه منك، فبدا شلبي يتطور شويه مع الراجل. فما جاب ميشا هو العكس تماما في شلبي، ما زال شلبي بتكون في الواحد على واحد، ميشا بقى بيطلب الكوره بشكل مميز في ظهر الدفاع، يعني هو لاعب ما تسلموش الكوره في رجله، لا اديها له ورا الدفاع. دي مثلا اللي احنا كنا بنتكلم اللعب المميز فيه عمر خضر، ممكن هنا يبقى ميشا الحل بقى اللي عمر يسند عليه كمان، وزيزو خاصه ان زيزو سريع. هنا دي احد اللقطات في لقاء احد، هتلاقي هنا مهاجم احد بيستلم وبيمرر على طول لميشا. بص ميشا متاخر قد ايه عن المساك بتاع الفريق المنافس لاحد في اللقاء ده. ميشا هنا عنده راجل اشبه بعدائين سباقات العدو، يعني قدر خطوه اثنين ثلاثه، وكل ده هو متاخر لغايه لما هو الصوره اللي قبله كان هو متاخر عن اللعب وسبقه دلوقتي في السبرنت. هتفضل تمشي لغايه لما انفرد بكل شويه وبيسبق وبيسبق براحه، يعني شوف هنا خد بقى هو الخطوتين وقدر يهدي الريتم ويحط الكرة دي انفراد. في من صديق اجوله شويه يا خليفه، نفس الاسلوب بتاع ال 1 2 ويفتح بالسرعه، بس هو صديق احسن منه في اللعب الكوره، يعني انت ما تسلم صديق في الزحمه هيشتغل احسن. أوكي. عشان كده يمكن كان ده طلب الزمالك الاول واصطدم مليون المئه بمطالب سيراميكا كليوباترا العاليه. لكن الافضليه لميشا كانت جايه بعد كده، ما بقى مش صديق، يعني مش افضليه على صديق فنيه، لا هي افضليه ماليه، ان كان في شروط افضل ماليا. النقطه الثانيه العنصر بتاع السرعه والقوة اللي عنده دي وفي المراوغات كانت مديها الاوبشن بقى اللي انا عندي احيانا، عندي شلبي بيلعب ناحية الشمال مميز في الواحد على واحد وبيفتح على الخط ويرفع، عندي ناصر ماهر يشتغل احيانا، الراجل كان بيستخدمه زي القائد الاهلي في الدور الاول كان بيستخدمه الجناح ناحية الشمال ويخش الملعب يشتغل صانع لعب، بقى عندي جناح تاني موازي لزيزو في حته ان انا السرعه والقوه ويخش يجيب جون. فبقى الزمالك عنده التنوع ده لان سير المباريات نفسها مش بريتم واحد، انت احيانا في اللقاء بتتقدم فبتبقى تلعب جيم تحولات، احيانا بتلعب اوي في افريقيا بتلعب جيم تحولات، احيانا في اوقات كتير هيبقى عندك شكل اللي انت بتلعب فيه لعب مباشر. فميشا جه عشان يكمل الحته اللي هي في تلت الزمالك الاخير يبقى فيه تنوع، ما فيش كل اللعيبه تبقى مش شبه بعض شويه، فهو مختلف عن ناصر ماهر ومختلف عن مصطفى شلبي، الاثنين اللي لعبوا اغلب المباريات ناحيه الشمال في الزمالك.